إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. وقد ناداكم الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن للمواعظ أثرًا في ترقيق القلوب، وفي انشراح الصدور، وفي استقامة الأحوال، وليس هناك أعظم من موعظة الله عز وجل لعباده. فقد وعظنا جميعًا بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله جل وعلا نادانا باسم الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، ثم إنه وعظنا جل وعلا بتقواه، وأمرنا بأن نعمل ليوم لا ريب فيه، وذلك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا عباد الله، واجب على المسلم أن يحاسب نفسه على الدوام والاستمرار، استجابة لأمر الله جل وعلا الذي دعانا إلى ذلك، وأمرنا وأرشدنا إلى أن نحاسب أنفسنا على الدوام وعلى الاستمرار. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكرنا ويعظنا ويأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن نستعد لذلك اليوم الذي يحاسب فيه الإنسان على الصغير والكبير والقنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من هذا الأمر في التذكير بمحاسبة النفس والاستعداد ليوم القيامة. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كانوا من أكثر الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم محاسبة لأنفسهم، حتى إن الواحد منهم ليحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأبو بكر الصديق الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من أحوال محاسبته لنفسه الشيء العظيم، فلقد كان وهو من هو في الإيمان والعلم والسبق والإسلام يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إيمان الأمة لو وضع في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. ومع ذلك كان يحاسب نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبقية الصحابة الأجلاء كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة عظيمة، لعلمهم بأنهم سيلقون الله جل وعلا وسيحاسبهم على كل شيء. ولذلك عباد الله، مطالب من كل مسلم أن يحاسب نفسه على الدوام وعلى الاستمرار، وأن لا تكون محاسبته لنفسه موسمية ولا ذوقية ولا مزاجية،
وإنما الواجب على المسلم الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة أن يحاسب نفسه على الدوام وعلى الاستمرار، لأن في محاسبة النفس تزكية لها، والله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها. فأنت حينما تحاسب نفسك تقوم على عملية تنقيتها وتزكيتها وكنس كل ما من شأنه أن يضرك في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك الإنسان إذا أراد تزكية نفسه وتهذيبها فعليه بمحاسبة نفسه في معاملته مع الله وفي معاملته مع خلق الله عز وجل. كذلك عباد الله، محاسبة النفس تقود إلى طيب النفس وصلاح القلب بإذن الله جل وعلا. ذلك أن الإنسان الذي دائما يقول: ماذا أردت بعملي هذا؟ وماذا أردت بقولي هذا؟ فإن هذه المحاسبة مادة طيبة صالحة تغذي القلب بالصلاح، تغذي القلب والروح بالصلاح بإذن الله جل وعلا. ولذلك تزكية النفس، ولذلك محاسبة النفس في واقع الأمر تطيب العيش وترقق القلب وتجعل الروح والنفس علوية سماوية. هكذا هي آثار محاسبة النفس. كذلك عباد الله، من آثار وثمار محاسبة النفس أنها تقود الإنسان إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب والآثام من صغيرها وكبيرها، ولا تتراكم عليه ولا تجتمع عليه، فإن من الناس من يهمل أمر التوبة ولذلك تجتمع عليه وتضرب على قلبه بقفل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما إذا حاسبها على الدوام والاستمرار فإنه في عملية تخلية وفي عملية تصفية وفي عملية تنقية، ينقي نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا من الذنوب والآثام، لا سيما وأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. فكلما حاسبت نفسك على الدوام والاستمرار فأنت قريب من التوبة إلى الله الواحد القهار، وأنت ممن يحبه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك عباد الله، محاسبة النفس فيها تقويم للذات، وفيها أيضا جعل الإنسان محبوبا لدى الناس. ذلك أن جميع بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان إذا حاسب نفسه ولامها على بعض المعاملات مع خلق الله عز وجل فإنه بالمجزوم المحقق أنه سيعاود ترتيب حياته وتقويم ذاته وإصلاح عيوبه، وهذا يجعله محبوبا عند خلق الله جل وعلا، كما أنه محبوب عند الله حينما كنس هذه الذنوب عن قلبه وتلك الأوضار عن صدره وتاب إلى خالقه ومولاه. كذلك عباد الله، محاسبة النفس في واقع الأمر تجعل الإنسان يعيش على قمة الحقيقة، ويعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار مقر وإنما هي دار ممر، وأن الإنسان يحمل دائما يحمل هم الآخرة وهم الحساب يوم القيامة، لأن الله جل وعلا سيحاسب كل أحد عن الصغير والكبير. قال الله جل وعلا عن المجرمين يوم القيامة وهم يقولون: ما لهذا الكتاب
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. فالله الله عباد الله بمحاسبة أنفسكم على الدوام والاستمرار فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق النفس وفيما يتعلق بحقوق الأسرة وفيما يتعلق بحقوق خلق الله جميعا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن الحساب هنا يسير. حينما تحاسب نفسك فإن الأمر يسير، واحذر أن تؤجل ذلك فإن الحساب عند الله شديد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، ولنعلم جميعا أن غالب الناس وللأسف الشديد بعيدون عن محاسبة أنفسهم، ولهذا عوامل وأسباب، منها في واقع الأمر عدم تعظيم الله عز وجل. ذلك أن من تربع على عرش قلبه تعظيم الله عز وجل فإنه يحاسب نفسه جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة وعلى الدوام والاستمرار. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك إذا غاب تعظيم الله عز وجل من القلوب ضعفت المحاسبة أو انعدمت، فيحتاج المسلم أن يقوي هذه العقيدة، عقيدة تعظيم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله جل وعلا يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا، لا تخفى على الله من عباده خافية. كذلك عباد الله، من الأمور التي تدفع الإنسان إلى عدم محاسبة نفسه الخلود إلى هذه الأرض والاطمئنان إليها. ذلك أن الإنسان إذا دخلت الدنيا إلى قلبه فإنه يكون من أبعد الناس عن محاسبة نفسه. والواقع أن هذه الدنيا إنما هي متاع الغرور، وأن هذه الدنيا لا يخلد فيها أحد. أرأيتم القرون الماضية والأمم السالفة أينهم؟ أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهم يوم القيامة يسألون: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه الدنيا التي قضوا فيها عمرا طويلا يقولون يوم القيامة: ما لبثنا إلا يوم أو بعض يوم. ولذلك عباد الله، هذه الدنيا ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر. هذه الدنيا هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. أما ترون إلى هؤلاء الذين يزفون إلى الدار الآخرة في كل يوم: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الذي أتاهم سيأتيك يا من ابتعدت عن محاسبة نفسك. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. والله جل وعلا يقول، وقوله الحق: كل نفس ذائقة الموت. ويقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. ويقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحذر الحذر،
من هذه الدنيا فإنها غدارة غرارة، من اطمأن إليها أهلكت. والله جل وعلا حذرنا منها، حذرنا منها وبين أنها تزين لأهلها حتى إذا اطمأنوا إليها وأخلدوا إليها أهلكتهم. وهذا لا يعني أن الإنسان يترك العمل أو الاكتساب أو إعمار الدنيا. يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الأمر الآخر من معوقات محاسبة النفس هذا السلاح الشيطاني الذي يستعمله مع بني آدم، وهو سلاح التسويف، سلاح التسويف والأمل، فإنها من أخطر أسلحة إبليس التي يبثها في صدور الناس. فكثير من الناس يؤجل المحاسبة والتوبة، وما يعلم المسكين لعل أكفانه بالغيب تنسج، فيأتيه الشيطان ويمنيه ويعده، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ستتوب وستندم وستفعل وتفعل في المستقبل، ثم يأتي هادم اللذات فتخترمه المنية ويقف بين يدي الله عز وجل وهو مثقل بالذنوب والآثام والخطايا على كاهله يأتي بها يوم القيامة. ولا شك بأن هذا من أعظم معوقات محاسبة النفس. كذلك عباد الله، من أعظم وأشد المعوقات الابتعاد عن دروس العلم ومجالس الذكر، فإن هذه ترقق القلوب وتشرح الصدور وتلين الطباع بإذن الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يحتاج إلى مواعظ على الدوام والاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه مرة واحدة في الأسبوع غير صلاة الجمعة، ولذلك كان ابن مسعود يتخول أصحابه بالموعظة يوم الخميس، فكانوا يقولون له: لو زدتنا. فكان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في كل أسبوع مرة. نعم عباد الله، المواعظ والعلم وقود محرك بإذن الله جل وعلا لقضية المحاسبة. المواعظ ودروس العلم سبب من أسباب طهارة النفس ونقاء القلب وصفاء السريرة، وتصلح بعد ذلك السيرة بإذن الله جل وعلا. محاسبة النفس ليست قضية شاقة، وإنما يسيرة لمن يسرها الله عليه. محاسبة النفس ليس فيها خسارة مادية ولا خسارة دنيوية، وإنما فيها أخذ حلال الدنيا مع الفوز بالآخرة بإذن الله جل وعلا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وتول أمرنا وكن معنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة لكل خير وصلاح وبر وفلاح، ووفق اللهم نوابه وجميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أغثنا
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالأمطار، اللهم أغثنا غيثا مغيثا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم ارحم العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.